السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الميثاق الوطني للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين يعلن عن سعيه لإحياء الذكرى الثالثة على تأسيسه. وزارة الصحة الموريتانية تنظم ملتقى بنواكشوط حول الاتصال في حالات الطوارئ وتؤكد سعيها للنهوض بالوضع الصحي. انطلاق نسخة جديدة من مسابقة الماهر بالقرآن الكريم منظمة بالتعاون بين جمعية التعاون والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن الميثاق الوطني للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين عن سعيه إلى إحياء ذكرى تأسيسه الثالثة في 29 من شهر إبريل الجاري. وقال الميثاق خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن إحياء ذكرى تأسيسه سيتم من خلال تنظيم مسيرة بنواكشوط مساء 29 إبريل، إضافة إلى تنظيم نقاشات وندوات حول أهدافه وآفاقه المستقبلية. قرر الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة العادلة والمتصالحة مع نفسها إحياء الذكرى الثالثة لإعلانه بتظاهرات شعبية وثقافية متنوعة على مستوى مدينة نواكشوط وفي باقي المدن التي يعبر سكانها عن رغبتهم في المشاركة بتخليد هذا الحدث التاريخي. وعلى مستوى نواكشوط سيتم التخليد بتنظيم مسيرة راجلة مساء الجمعة 29 إبريل 2016 اعتبارا من الساعة الثالثة ظهرا انطلاقا من دار الشباب الجديدة وانتهاء بساحة جامع ابن عباس، حيث سيعقد مهرجان خطابي وتظاهرات فولكلورية. ويعود للمناضلين في المدن الداخلية الحرية في اختيار مكان وطبيعة النشاطات المخلدة لهذه الذكرى على أن تكون في يوم 29 إبريل 2016 وبالتنسيق التام والمسبق مع اللجنة المنظمة. قال الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولجة إن وزارة الصحة الموريتانية تسعى إلى الرفع من الوضع الصحي في البلاد والتقليل من تعرض المواطنين للأوبئة والمخاطر الصحية. جاء تصريح ولجة خلال ملتقى نظم في نواكشوط بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حول الاتصال في حالات الطوارئ الصحية. أصبح من اللازم للقائمين على تسيير هذه الحالات أن يكونوا قادرين على تمكين المواطنين من فهم الحالات الاستعجالية الناتجة عن الأوبئة والكوارث كما هي دون التسبب في الرعب لهم، ما يجعلهم فاعلين ومدركين لما ينبغي عمله في مواجهة هذه الوضعية. كما أنه ينبغي للسلطات الصحية توطيد علاقاتها مع الإعلام لكونه القناة الأساسية للاتصال وبناء شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام. أيها السادة، أيتها السيدات، في هذا الإطار ينظم قطاعنا هذه الورشة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بغية حماية المواطنين من خلال تقوية قدرات الاتصال الوطني حول المخاطر في إطار التحضير والرد في الحالات الاستعجالية الصحية وانتشار الأوبئة. أعلن بالعاصمة نواكشوط عن انطلاق أنشطة مشروع دعم مشاركة المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية بالشاطئ الموريتاني الملفذ من طرف جمعية الرعاية الاجتماعية وترقية ثقافة إمراغن بالتعاون مع الاتحادية الوطنية للصيد التقليدي. وارتقبوا أن تستفيد من المشروع وفق المشرفين عليه 32 تعاونية نسوية بهدف تعزيز مشاركة النساء في التنمية المحلية. الموجه لهذه القرى، قرى إمراغن في ولاية محجرات، سيكون له الأثر الكبير في دعم السكان والتحسين من ظروف المعيشية لهم. وبالتالي نحن كبلدية نثمن عاليا هذا المشروع، والذي ما كان له ليتحقق ولا لغيره
لولا الجو أو المناخ الذي أقيم من طرف السلطات العليا للبلد حول الانفتاح على الشركاء، وأيضا اهتمامها هذه السلطات بالمجتمع المدني وجعله يتبوأ المكان المطلوب منه بالمشاركة في التنمية المحلية. انطلقت بالعاصمة نواكشوط النسخة السادسة من مسابقة الماهر بالقرآن الكريم، منظمة بالتعاون بين جمعية تعاون الأعمال الخيرية والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. ويشارك في المسابقة العشرات من حفظة القرآن، تم اختيارهم وفق بعض المعايير والشروط التي وضعت من طرف منظم المسابقة. وهذه المسابقة ليست هي الأولى من المسابقات التي تقيمها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بالتنسيق مع جمعية التعاون للأعمال الخيرية، فهذه السنة السادسة والحمد لله، وما من سنة إلا وهي حافلة بمسابقات في فهم القرآن وبالماهر بالقرآن وغير ذلك من أنشطة الهيئة التي تقام هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من أصحاب الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلامة القارئ الدكتور عبد الله بصفر الذي شع هذا النور بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهوده المتواصلة ليلا نهارا. اختتمت بالعاصمة نواكشوط أعمال ملتقى مغاربي حول الحماية المدنية يسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدان المغاربية، وقد ناقش الاجتماع على مدى يومين تجارب الدول في هذا المجال والمشاكل المشتركة الماثلة، وخرج بتوصيات سترفع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب. لا شك أنكم خلال هذين اليومين بذلتم جهودا جبارة للخروج بنتائج تقدم عملنا المغاربي المشترك خاصة في شقه الأمني، مما سينعكس على وضع مجتمعنا إيجابا. أيها السادة والسيدات، إن تصوراتكم كخبراء ستجد طريقها إلى التنفيذ من خلال إرادة سياسية جادة من لدن القائمين على الشأن العام في بلداننا. فالشكر كل الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد بإنجاح هذا الاجتماع. أعلن في العاصمة نواكشوط عن وفاة أحد الحمال العاملين بميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة، وتقول مصادر نقابية إن العامل المتوفي نقل قبل أيام إلى المستشفى في حالة إغماء بعد تعرضه وبعض زملائه المحتجين لإطلاق قنابل مسيلة للدموع من طرف بعض عناصر الدرك الوطني، داعية إلى فتح تحقيق بشأن ملابسات وفاته. وكان عدد من الحمالين العاملين بميناء نواكشوط قد خاضوا احتجاجا قبل أيام تنديدا بما قالوا إنها وعود وعدت بها الجهات الرسمية ولم تفي بها. وكنا قد استضفنا في نشرتنا السابقة الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله والمحمد الملقب أنها للتعليق على حادثة وفاة العامل بميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة. إذن إحنا طالبنا بأن هذه القضية تعدل فيها تحقيق لسببين: أولا لمعرفة مدى خطورة تدخل اللي عدلت هذه قوات الأمن، لأن فض النزاع واللجوء فض النزاع التجمهر غرض منه ما هو الإضرار بالناس، الغرض منه هو أن تفرق الناس. إذا فيه ضرورة على اللي تعدل قوات الأمن بأنه تعدل الحصيلة وتعدل فيه التدقيق هو بنفسه، والأضرار اللي ترتبت عليه يجب ملي محاسبته لها، لأن قلة المحاسبة ينجم عنها على أن يعودهم خطر للجميع. نظمت في العاصمة نواكشوط ورشة نقاش حول آليات مواجهة ندرة المياه والجفاف في موريتانيا، منظمة من طرف المكتب الوطني للأرصاد الجوية وقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. وتسعى هذه الورشة إلى وضع خطة وطنية لمواجهة هذه التحديات، ويشارك فيها عدد من المختصين والناشطين في مجال البيئة. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. ورشة وطنية في نواكشوط تبحث موضوع تعزيز ودعم القدرات المتعلقة بتسيير الجفاف وندرة المياه في سياق أهداف التنمية المستدامة، منظمة من طرف وزارة التجهيز والنقل وبالتعاون مع المكتب الوطني للأرصاد الجوية. كما تعلمون فإن بلادنا بحكم موقعها الجغرافي وطبيعة اقتصادها تتأثر بشكل كبير بالتقلبات المناخية والجفاف وندرة المياه، ومن هنا تكمن أهمية هذه الورشة التي تندرج في إطار التوجيهات السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز
والتي تسهر على تطبيقها حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى الحدمين. ممثل الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قال إن حجم التغيرات المناخية المتزايد في دول المنطقة يحتاج إلى تكاتف الجهود من أجل التعاطي معها بالسرعة الممكنة، خصوصا مع تزايد السكان سنويا في شبه المنطقة. للتعامل في موضوع إدارة ندرة المياه والجفاف بطريقة استعدادية، بطريقة تخفيفية، لتخفيف تأثيرها على حياة الإنسان، لتخفيف تأثيرها على أن تكون معوق لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخصوصا أن حجم هذا المشكلة يتزايد، حجمها يتزايد وتأثيرها على المنطقة يستمر، خصوصا مع موضوع زيادة السكان، مع موضوع التغير المناخ، فهذه مشكلة تكبر ويلزمنا أن نتعامل معها بأسرع وقت ممكن. وتعتبر موريتانيا بحكم موقعها الجغرافي من أكثر البلدان عرضة لمخاطر التصحر وتدهور الأراضي، مما يسبب انعكاسات مختلفة على التنوع البيولوجي والحيواني والنباتي وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام في البلد. احتج العشرات من حملة الشهادات بمبنى الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب تنديدا بما سموها الضرائب المفروضة على السيارات ثلاثية العجلات التي يعملون بها. وقال المحتجون إن الضرائب المفروضة عليهم باتت مشحفة بهم، داعين السلطات إلى التدخل من أجل إلغائها. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. عشرات الشباب من حملة الشهادات العاطلين عن العمل يواصلون الاعتصام منذ أيام بمبنى الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب بنواكشوط، احتجاجا على إجراءات تتعلق بفرض الضرائب على السيارات ثلاثية العجلات التي يشغلون. حملة الشهادات تقبلوا هذا المشروع شاكين ولا يقطعهم وطئ، والله عود التمييز إيجابي من شأنه أنه يحل شيء من مشاكلهم، ويا واجعة تفاجئوا مفاجأة غريبة، تم لين بعد النينين قال لهم أنه معفو من جميع الضرائب، كانوا واحدين عند منين يأخذوا من البارك يتلقوا لهم ليسماوا في عمام موريتان مسخار والتجمع العام من الأمن الطرق، بل عادوا يساندوهم الشرطة ودار عليهم ضريبة جزافية تتمثل في المخالصة 62,480 وقية. ويقول المحتجون إن السيارات التي منحتهم إياها وكالة ترقية تشغيل الشباب كانت بهدف توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وإدماجهم في السوق، غير أن فرض الضرائب عليهم جعلتهم يصفون الإجراء بإعاقة فرص العمل. أعطيتهم الدولة حملة الشهادات على أنها معدلة مشروع محاربة به البطالة، والله داعمة به الشباب، إلين تعود داعم الشباب برواية ما ترتهم اندمجوا في نقرض السوق لين يعرفوا تعود عندهم إمكانيات العمل وعودوا عاد يعرفوا. إذا أنا كنت قدمت لهم إعاقة عمل ما هي فرصة عمل، كان يلا الدولة منين تعود معدلة برنامج تعود أعطيته للشباب يلا تعود عارفة ظروف اللي هم بعد قاع محاطة به. وكانت الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب قد وزعت قبل أشهر مئات السيارات ثلاثية العجلات على عدد من الشباب حملة الشهادات العاطلين عن العمل بهدف خلق فرص عمل تنهي بطالة هؤلاء. وتثير نسبة البطالة جدلا في موريتانيا، فبينما تقول الجهات الرسمية إن نسبة العاطلين عن العمل فيها لا تتجاوز 10%، فيما أكد تقرير صادر عن البنك الدولي قبل أسابيع أن نسبة البطالة في موريتانيا تصل 31.5%. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابط وقد تابعتم فيها. الميثاق الوطني للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين يعلن عن سعيه لإحياء الذكرى الثالثة على تأسيسه. وزارة الصحة الموريتانية تنظم ملتقى بنواكشوط حول الاتصال في حالات الطوارئ وتؤكد سعيها للنهوض بالوضع الصحي. انطلاق نسخة جديدة من مسابقة الماهر بالقرآن الكريم منظمة بالتعاون بين جمعية التعاون والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها بالنشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6:30 تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد.
وتناقش أسبوع الشهيد المنظم من طرف المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة. التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله. خطيب المنى.